أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ورحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. في اليومين السابقين تحدثنا مع فضيلة الدكتور في عدد من سنن الله في خلقه وفي الكون، تحدثنا عن سنة التغيير، تحدثنا بالأمس عن سنة أخرى من هذه السنن. اليوم نتحدث عن شيء آخر مرتبط إلى حد كبير في مسألة التدافع ما بين الناس التي ذكرناها بالأمس، وكذلك سنة التغيير في أول أمس، ألا وهي سنة النصر ومداولة الأيام بين الناس. نرى أن هناك حضارات تقوم وتزدهر، وفجأة تختفي هذه الحضارة وتصعد من داخلها أو إلى جوارها حضارة أخرى. اليوم نتحدث مع فضيلة الدكتور النصر والتأييد من عند الله، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام لنا لا علينا، هل هي مرتبطة بمدى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ ما الصيغة التي على أساسها يمكن أن نعتقد أن النصر إن شاء الله يكون من حليف هذه الأمة، وألا تستمر حالة التدهور والانكسار التي نعيشها منذ عقود طويلة؟ أمور كثيرة إن شاء الله نتحدث فيها مع فضيلة الدكتور العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بفضيلتكم مولانا. أولا، ما مفهوم سنة مداولة الأيام بين الناس، وهل لها شروط إلهية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سنة من سنن الله سبحانه وتعالى يراها المتأمل في سير التاريخ، ويراها المتأمل في بناء الحضارات وازدهارها وانهيارها إلى آخره، أن ما ذكره ابن خلدون: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. هذا بيت قديم، ولكن الحكيم يرى أن هذا شأن الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أوجد أقواما ومكن لأقوام، ثم أحسن هؤلاء الأقوام فأحسن إليهم، ثم غيروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم. ولعلنا تكلمنا في مرة عن سنة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكذلك قضية تداول الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وسنة التداول في الحقيقة منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. أساس العدل أن تكون هناك مشاركة في قيادة المجتمع، وأن يكون هناك تداول للسلطة، وأن يكون هناك مساءلة مسؤولية قبل السلطة. ما دام في سلطة، ما دام أنت بتقول العدل أساس الملك، والملك ده عبارة عن سلطة، فلا بد أمام هذه السلطة والوجه الآخر بتاعها هو المساءلة المسؤولية. ولذلك نقول إن مسؤولا كبيرا الوزير أو الوكيل الوزارة أو كذا. مسؤول يعني إيه؟ يعني ما يعني هو لا يفعل شيئا من هواه، هو يفعل ويطبق ما أمر به من الهيئة الاجتماعية، من البرلمان، من الخطوط العريضة التي تأمر وتنهى، والتي إذا ما جاءت من عند الله كانت على السوية، وإذا خرجت عن أمر الله كانت على عكس ذلك. عندما يعني نفهم هذا، ونفهم أن التداول له صورة إيجابية وهي تداول السلطة، لأن تداول السلطة هو أحد الأركان الثلاثة التي يتم بها العدل: المشاركة والمسؤولية والتداول، أحد أركان ثلاثة. لا يمكن أبدا أن يكون هناك عدل إلا إذا كانت هذه الثلاثة متوفرة. فهذه هي سنة التداول: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. طيب، أوباما عندما يتكلم في المؤتمر الإفريقي ويقول: إنني أخاطب الرؤساء بأنهم عندهم شعور وطني جارف، وأنهم لو تركوا السلطة لضاعت البلاد، أرجوكم اتركوا السلطة ولن تضيع البلاد. هو يقول هكذا له الرجل، هكذا يكون شيئا من الشفافية قد أدركها، أن كثيرا من الحكام كانوا مخلصين، وكانوا لا يريدون ترك السلطة للتداول،
خوفا على البلاد وخوفا على العباد، بل إن بعضهم اعتقد أنه قد ضحى بحياته من أجل الشعب أو من أجل الوطن، فتمسك بالسلطة لأنهم أوهموه أنه لو تركها صحيح تتداول لضاعت الدنيا، لا يوجد من سيتحمل المسؤولية وهذا العبء، وقد يكون خائنا وقد يكون غير كفء وقد يكون مقصرا وقد يكون جاهلا وقد فالراجل لكن هناك حكام وإن كانوا قلة تمسكوا بألا، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده غلط، منهم الرئيس المشير سوار الذهب، صحيح متعه الله بالصحة، سوار الذهب السلطة في يدي لكنه تركها، قال خلاص أنا كده عملت اللي علي. منهم الرئيس عدلي منصور ألح عليه بأن يبقى، فقال لا أنا هرجع إلى منصة القضاء أحكم بين الناس بالعدل ولا أريد مثل هذه الأماكن. الحقيقة أن إحنا عندنا نماذج بس قليلة، لكن بقية الحاجة أنا لا أستطيع أن أقول أن كل واحد هو أخطأ، من تمسك بالسلطة إلى نهاية المطاف أخطأ، لكن لا أستطيع أن أتهمه بعدم الإخلاص. أخطأ في ماذا؟ في إدراك هذه السنة، وهي سنة التداول في جانبها الإيجابي. هناك سنة التداول أيضا في جانبها السلبي، وهو أن حضارة تزدهر ثم بعد ذلك تتحول من الإبداع إلى الصنعة. يعني من الذي أبدع الخط العربي؟ احنا كده بنبني حضارة، بنبني حضارة لما ابن مقلة يسدس الخط العربي ويقول أبو حيان لقد أوحى الله لابن مقلة بتسديس الخط كما أوحى للنحل بتسديس بيوتها. إيه اللي خلى النحل لما نروح للخلية البلدي اللي بتبقى على الشجر وفي الجبال يقول لك ده عسل جبلي مسدسة كده؟ سبحان الله، ربنا اللي عملها كده. طب وإيه اللي خلى ابن مقلة يفهم أن الدائرة التي داخل المسدس تنشأ منها نقطة هي ما بين الوتر وما بين القوس، هذه النقطة هي التي يكتب منها الألف، وهذا الألف هو ميزان الحروف؟ إيه دي حاجة ما فيش أولا في الدنيا كده، لا الخط الصيني ولا الياباني ولا الخط الإفرنجي اللي هو بتاع اللاتين ولا كذا اللي واخدينه أوروبا وأمريكا وكل حاجة اللي هو الحروف الإفرنجية دي، ولا أي حاجة، الخط العربي فقط من دون الخطوط في العالم كله هو الذي قد ربط هذا الخط بأمر رياضي وبأمر يتناسب مع ما أسموه ساعتها بالنسبة الفاضلة، حتى يكتبوا القرآن الكريم بخط مبني على نسبة فاضلة كما أن القرآن نزل على نسبة إلهية فاضلة. ايه ده؟ ايه الحلاوة والجمال والفلسفة والفكر ده وكل ده ابداع. لما يجي بقى محمد حسني الله يرحمه ابو الست نجاة وابو سعاد حسني، محمد حسني الله يرحمه كان آية من آيات ايه؟ الخط. كان خطاطا عظيما جدا، ولكنه مش هو اللي ابدع، مش هو ابن مقلة، إنما هو بيكتب ابن مقلة. وكان ساعات حسني الله يرحمه يكتب حاجات غريبة غير القاعدة، يخالف القاعدة، فكانوا يقولوا له، كان عندنا شيخنا الشيخ أحمد منير الصادي يتعلم الخط على أيديه في مدرسة الخطوط على يدين حسني رحمه الله، فكان يقول له بس دي خارج القاعدة، يقول له أنا القاعدة. ها؟ أنا القاعدة يعني إيه؟ أسس لقاعدة جديدة، يعني مبدع. نعم مبدع. مش صحيح بقيمة إبداع ابن مقلة، لأن ابن مقلة جاب الأساس كله، لكن لم يرضى لنفسه أن يكون صانعا فقط، صنايعي. ما هوش عايز يبقى صنايعي، هو عايز يبقى مبدع.
الإبداع إذا كان في أمة فإنها تتطور. الإبداع إذا خاب فاختفى قوم الحضارة ما تبقاش موجود. ده في جانبها السلبي. وفي تداول في الأم، الله سبحانه وتعالى يجعل فائدة البشرية على من شاء. فمرة الحضارة الصينية برزت جدا علشان تخدم البشرية، ومرة الحضارة الفرعونية برزت جدا، ومرة الحضارة اليونانية برزت جدا، ومرة الحضارة الإسلامية برزت جدا، ومرة الحضارة الغربية برزت جدا، وهكذا. فده جانب تاني غير الجانب اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي في السياسة مثلا. السنة الإلهية معناها كده، انك تستعملها في علم النفس، تستعملها في السياسة، تستعملها في الاقتصاد، تستعملها في كذا وكذا وكذا. سنة التداول. سنة التداول دي راعاها مثلا النظام الإرث الإسلامي. نظام الإرث الإسلامي لم يترتب عليه نظام الإقطاع الأوروبي. نظام الإقطاع الأوروبي عمل إيه؟ ورث الابن الكبير، فراح تراكمت الثروة، فأنا ورثت عن جدي كل الثروة، ثم نمتها، ثم ابني الكبير فقط ورث عني كل الثروة ثم نماها، فأصبح هو إقطاعي. إقطاعي يعني إيه؟ كانوا أساتذتنا في الحضارة يلخصونا الإقطاعي ده ويقولونا يملك الأرض ومن عليها. المفهوم ده ما كانش عندنا بالوضوح ده، يعني إن في ناس تملك الأرض ومن على الأرض، وكان الفلاح يسمى بقن الأرض. قن الأرض العبد. يعني أنا مالك الأرض ومالك ما على الأرض من بشر. فالبشر دول أنا اللي بوكلهم وأنا اللي بشربهم وأنا كذا وكذا وكذا. فنتج من نظام الإقطاع الغربي بلاوي في الاجتماع، وبلاوي في الاقتصاد، وبلاوي في كذا وكذا وكذا. وجاء التشريع الإسلامي يكسر هذا الذي كان يبنى حينئذ في الإقطاعيات الضخمة الكبيرة. له مزية واحدة وهو تراكم الثروة، ولكن في قبال تراكم الثروة في ظلم فادح. خلى جمال عبد الناصر يقوم بالثورة ويقول ثورة 52، ويقول على هؤلاء الملاك النصف في المئة، واحنا ما عندناش نظام الإقطاع ده، احنا نصف في المئة وعندنا تداول الثروة. فما بالك بقى في اللي ما عندوش تداول الثروة؟ دي حاجة زي ظلم بين يعني وكذا. احنا كان عندنا أنظمة هنا، كان عندنا البدراوي عاشور، كان عندنا محمد باشا محمود وأبوه محمود باشا سليمان، كان عندنا كان عندنا لملوم، عائلات ضخمة كبيرة كانت تمتلك فوق 100,000 فدان، مش 10,000 و20,000 و30,000، فوق 100,000 فدان. لا، كل واحد فيهم فوق 100,000 فدان. 100,000 فدان ده بيخليه قريب، بس مش هو، كان محمود باشا سليمان الله يرحمه، أبو رئيس وزراء مصر اللي هو أبو محمد محمود. عايز يعلم الولد اللي هو مين؟ محمد محمود الله يرحمه، اللي اسمه الشارع عليه بتاع الأحداث ده، يقول لك محمد محمود. هو محمد محمود باشا ابن محمود باشا سليمان، ابن سليمان بيك الغنام. الناس دي من ساحل سليم في أسيوط. فودى الواد انجلترا، علشان بنقول الواد بس هو رئيس الوزراء يعني كبير، ودى الواد وهو شاب كده علشان يتعلم في انجلترا، ياخد الرسالة، فإذ بيه يحط له 8,000 فدان تصرف عليه، 8,000 فدان. وكانوا يقولوا لنا برضو بتوع الحضارة ان محمود باشا سليمان اخر الاقطاعيين بالمفهوم الغربي، كان بيملك الارض ومن عليها. كأنه يملك الارض ومن على الارض كمان. دي كانت مسؤولية ايضا اجتماعية. يعني محمود باشا سليمان ما كانش ظالم،
لكن الوضع ده يؤدي في المجموع إلى ظلم، لأنه مش كل الناس هتبقى عندها أخلاق محمود باشا سليمان اللي ابنه قال عليها أبي الذي عرض عليه ملك مصر فأبى. ده قالوا له تعالى بتبقى ملك بدل السلطان حسين، فقال لهم لا، ده في ناس شرعيين يجب عليهم انهم ياخدوا الحكم مش انا. فعرض عليه ملك مصر فأبى. ياه، ده أخلاقه عالية قوي، ده اللي عرضت عليه ملك مصر فأبى ده. فهل يا ترى كل من كان على هذه الشاكلة من الغنى الكبير الضخم هل يكون أخلاقيا؟ سيدنا سليمان كان ملكا وكان أخلاقيا. أيوة، في ملوك كده، بس ما هوش كل الملوك كده، في إقطاعي ولا اتنين ولا غني ولا اتنين ولا عشرة كده، بس مش كلهم كده. فلما بنقول إن هذا النظام يؤدي اللي هو عدم التداول بيؤدي إلى الظلم، إحنا صادقون. ولما بنقول إن الناس دي كان عندها أخلاق، إحنا صادقون. فده مش معارض لده، لأن ده إحنا بنتكلم على الجزئي وده بنتكلم على الكلي. فأنا عايز أقول لسيادتك إن سنة التداول منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، وأنها يصلح أن نستعملها في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الدين وفي التاريخ وفي التحليل وفي كل حاجة. وهذه طبيعة السنن الإلهية، أنك تسير بها كشكشاف كضياء في كل حتة، فتفهم أكتر بعمق أكتر. طيب مولانا، أسأل حضرتك بعد الفاصل نتحدث في هل هناك شروط لمداولة هذه الأيام والنصر، يعني ما بين الأمم؟ ربنا سبحانه وتعالى ما بيكتب النصر لأمة دون أمة، هل له علاقة بمدى قرب هذه الأمة من المنهج الشرعي أم لا؟ خاصة أن نرى في هذه الأحيان شعوب عربية وشعوب إسلامية تسير على النهج وعلى الدين، ولكنها تأتي في زيل الأمم والحضارات. إن شاء الله بعد الفاصل ابقوا معنا.